نعم ها سأتكلم في الحديث. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام من حسن الإسلام المرء من حسن من حسن نعم المرء تركه ما لا يعنيه تركه ما لا يعنيه. نعم الترجمة نعم رواه الترمذي. نعم الترجمة. أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 ما شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. بارك الله فيك.